وهذا بلادنا كتعرفات من الستينات في سياسه الشذوذ للمرحوم الحسن الثاني، تمكنت لنا بان نغطيو الحاجيه ديال الماء ونسقيو اكثر من مليون هكتار اواخر ديال 1993 97. ولكن الحاله اللي كتعرف المغرب دابا هذه السنين وهنا كنعيشوا سنوات الجفاف، كان لابد بيت سيدنا الله يسره ينونسي واحد البرنامج جديد ديال التزويد بالماء الشرب والماء السقي 2020 2027. وحنا الان في هذا البرنامج راه حنا كنسرعوا المشاريع لا ديال التحليه ديال الماء ديال البحر ولا الربط ديال الاحواض المائيه، وكدليل هو ذاك الربط بين واد سبو واد بوردراد اللي توجد واحد الظرف ديال وجيز مشهور وممكن باش ان لا مدينه الرباط ولا الدار البيضاء يكون عندهم الماء ديال الشرب. وهذا البرنامج حنا دابا كاين استعجال سريع ديالو في التنزيل ديالو على الارض الواقع، وغيكونوا مشاريع كبيره اللي غتلوصها هذا العام هذا ان شاء الله. بالفعل هذا المشروع حلم الان الحمد لله، هذه دابا راه كيشتغل، هذه دابا عامين ونص تقريبا كيدير الشغل ديالو، وحنا الان جينا في واحد زياره ميدانيه باش نتفقدوا الاشتغال ونشوفوا الجوده ديال الماء اللي كيخرج لا الماء الشرب ديال الاكادير الكبرى ولا السقي. وحنا اليوم غادي نتفقدوا هذه المسائل كامله. هذا المشروع بديناه في الاول، بدا في الاشتغال ديالو قلت لك هذه في اوائل 22 باش كينتج 275,000 متر كوب اليوم. الان حنا دابا في صدد التوسيع ديال هذه المحطه اللي كنا نوصلوا العام الجاي ان شاء الله في اواخر 2025 400,000 متر مكعب في اليوم، واللي غادي يغطي الحاجيه ديال الشرب ديال اكادير وكذلك التوسيع ديال السقي في المنطقه ديال الشتوكه. ايضا عندنا في هذه المنطقه اللي كتعرف منطقه في ناحيه بامتياز عندنا مشاريع اخرى ديال التحليه، كنشتغلوا الان في دراسه على محطه ديال التارودات اللي غتعطي التارودات الماء ديال السقي، وعندنا محطه كبيره في تيزنيت اللي غتمكن تعطي للمدينه تيزنيت الماء الشرب وكذلك توسع الري ديال لواحد 10,000 هكتار جديده ان شاء الله. حنا اليوم كنشتغلوا على عده محطات تقريبا في جميع مناطق ديال المغرب. عندنا محطه اللي هي في طور الانجاز الحاليه اللي كاينه في الداخله اللي مزوده اللي غتزود لنا واحد 5,000 هكتار وكتزود بالطاقه الريحيه. دابا نجي رونوفلاب 100%. هذا المشروع راه دابا في الانجاز غيكون موجود العام الجاي ان شاء الله، ويستافدوا منه لا الفلاحه ديال الجهه ولا الفلاحه بصفه عامه. عندنا مشروع اخر في الشمال ديال الداخله في بوش دور اللي غيمكننا باش نسقي واحد 10,000 هكتار في المنطقه الجريفيه. عندنا جوج محطات اخرين، عندنا وحده في طنطان وحده في قلميم اللي غتمكننا نسقي واحد تقريبا 5,000 هكتار. عندنا بحال اللي قلت لكم محطه ديال تيزنيت 10,000، محطه التارودات وصلنا لمحطه التارودات واحد 25,000. طلعوا عندنا توسيع ديال محطه الشتوكه، عندنا السويره اللي غتعطي الماء الشرب وكذلك الماء السقي في الناحيه ديال الشيشاوه. عندنا الوالديه اللي غتعطينا توسيع واحد منطقه الوالديه وكذا نقص الخصائص ديال الماء اللي كتعرفوا الدكاله هذه 3 سنين و4 سنين ما خدات حتى نقطه الماء. عندنا الدار البيضاء، صحه الدار البيضاء عندنا فيها واحد 50 مليون اللي غتعطي الفلاحه. الان كنشتغلوا مع الشركاء على محطات تحليه ديال الرباط، محطه تحليه طنجه، وعندنا المحطه الاخرى ديال الشرق اللي كاينه في الناظور اللي غتعطينا واحد 140-150 مليون غير الفلاحه. هادو مجموع ديال المحطات، والاهم هو ان هاد المحطات اللي غيشتغلوا بان جميع المدن الساحليه غتزود بالماء الشرب المحلات. باركونت الماء ديال البراجات والسدود غيبقى للفلاحه. وهاد المحطات ايضا غادي الماء السدود غيبقى للفلاحه الداخليه، وهاد المحطات الساحليه غيمكن لنا نوسعوا السقي على واحد 120,000 هكتار اللي غتمكن المغرب باش يكون عنده اكتفاء ذاتي في جميع الخضروات والفواكه وكذلك تصدير
لماذا؟ لان كاين المناطق اخرى اللي ما كانش عندها الماء، هذه الماء تيكون زعما غارونتي 100%. ترشيد ولا بد في اي مجال، حنا غنتكلمكم على الماء السقي. حنا ملي نبداو مخطط المغرب الاخضر وفي الجيل الاخضر دابا، عندنا واحد البرنامج كبير ديال الاقتصاد والتثمين ديال الماء، حيث تمكنا باننا لحد الساعه وصلوا ل 840 الف هكتار ديال السقي بالتنقيط، وغنوصلوا ان شاء الله من 2027 نقدروا نفوتوا المليون هكتار بالتنقيط. وهنا هادشي مكناتنا باش نقتصدوا ونتمنوا اكثر واحد 3 مليار متر مكعب اللي كانت كتباع، دابا راه كنستافدوا منها في الاخر. ومع هذا النقص اللي كاين الاخر ديال التساقطات والنقص والجفاف، هذه السنين ديال الجفاف الحمد لله حنا كنتجو بهذيك الشويه ديال الماء اللي كاين في الاخر. وعلى سبيل المثال ديك الفلاحه اللي كيقول لك بان الفلاحه كتستهلك اكثر من 85% داك الشيء، راه الفلاحه كتستهلك الشيء اللي كاين اللي بقى. هذا العام راه ما عندنا يلاه 700 مليون متر مكعب على 5 مليار اللي خصك تعطل الفلاحه، هي اللي كنستعملوا في السقف في هذه السنه. وتمنى الله خير التساقطات باش العام السنين الجايه الاخر. والترشيد ايضا خص يكون في الماء الشرب، لان كاع الشبكات اللي في المدن كتعرف واحد الضياع كبير. هذيك اللي اقتصدنا غير ديك الضياع اللي كيكون في المدن، راه يكون عندنا الاكتفاء والاخر. انا كنقول لكم بفضل النظره ديال سيدنا الله ينصرو ولا فيزيون وهذا البرنامج، بان المغاربه يكونوا مطمئنين بان في هذه السنوات اللي جايه واحد 3 سنين 4 سنين ان شاء الله يكون عندنا خاص زعما الاكتفاء لا بالماء الشرب ولا الماء ديال السقي. والفلاحه ديالنا حتى هنا دابا كنفكروا بان في محطات التحليه تكون نوبو موديل، واللي هذيك الكلفه ديال الثمن اللي غيوصل عند الفلاح يكون بواحد الكلفه اللي مقبوله، واللي نعملوا فيها السقي ديالنا ان شاء الله.